ازاي الرب بيقول واقسي قلب فرعون، ازاي نقرا ونادم الرب. بعض الناس يظنوا ان النعمه جت بس في العهد الجديد، يقول ولعنهم باسم الرب. في ناس كمان بتستغلها علشان تشكك في صحه الكتاب المقدس. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أصعب الآيات. في قصة تحضير العرافة لروح صموئيل اللي رح نقراها مع بعض بنعمة الرب في بداية حلقتنا، بتولد فينا كتير من التساؤلات، زي هل فعلا حضرت العرافة روح صموئيل؟ وهل يقدر الساحر بقوة السحر أن يحضر روح من الأبدية؟ هل من المعقول أن يكون للشيطان سلطان على الأرواح التي في الفردوس ويستطيع أن يزعجها في أي وقت يشاء وأن يجعلها تفعل ما لا تريد أن تفعله وأن يستحضرها في أي ظرف أو مكان كما يريد؟ وهل يعقل أن يسمح الرب للجان أن يصطحب روح صموئيل بأمر عرافة ويخرجها من الفردوس؟ وبنعمة الرب رح يجاوب على هذه الأسئلة الصعبة وأسئلة تانية كتير ضيفنا القسيس الفاضل عزت شاكر. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية، ومبسوطين اليوم يكون معنا ضيف حلقتنا القسيس عزت شاكر. قسيس عزت، أهلا وسهلا فيك في برنامجنا، مبسوطين كتير تكون معنا. وأنا بصدق مبسوط جدا يا مي، وبصلي أن ربنا يبارك كل حلقة تكون لمجد المسيح. آمين. أسيس، في عدد كبير من المشاهدين ممكن يسمعونا اليوم بشوفوا صعوبة كبيرة إنه يفهموا كيف العرافة حضرت روح صموئيل. صح. طب وإحنا هنقرأ مع بعض الجزء هذا من الكتاب المقدس في صموئيل الأول إصحاح 28 وعدد 6، بقول فسأل شاول من الرب فلم يجبه الرب لا بالأحلام ولا بالأوريم ولا بالأنبياء. فقال شاول لعبيده، فتشوا لي على امرأة صاحبة جان. تمام. فأذهب إليها وأسألها. فقال له عبيده، هو ذا امرأة صاحبة جان في عين دور. فتنكر شاول ولبس ثيابا أخرى. صح. وذهب صح. هو ورجلان معه وجاءوا إلى المرأة ليلا. وقال، اعرفي لي بالجان وصعدي لي من أقول لك. فقالت له المرأة، هو ذا أنت تعلم ما فعل شاول، كيف قطع أصحاب الجان والتوابع من الأرض. فلماذا تضع شركا لنفسي لتميتها؟ فحلف لها شاول بالرب قائلا، حي هو الرب، إنه لا يلحقك إثم في هذا الأمر. فقالت المرأة، من أصعد لك؟ فقال، أصعدي لي صموئيل. وبكملوا شوية حديث هيك مع بعض. تمام. وبعدين في عدد 15 بقول، فقال صموئيل لشاول، لماذا أقلقتني بإصعادك إياي؟ تمام. فقال شاول، قد ضاق بي الأمر جدا. الفلسطينيون يحاربونني. والرب فارقني ولم يعد يجيبني لا بالأنبياء ولا بالأحلام، فدعوتك لكي تعلمني ماذا أصنع. وبكمل كمان هون صموئيل. تمام. فالسؤال هون، وكثير من المشاهدين اليوم بيسألوا، هل فعلا العرافة حضرت روح صموئيل؟ أنا بكل تأكيد بقول لك يا مي، لا يمكن تكون العرافة حضرت روح صموئيل لسببين هقولهم في الأول وأقول لك إيه اللي حصل. السبب الأول اللي بقوله، لو بصيت في آية 6، بص معايا في آية 6، يقول فسأل شاول من الرب فلم يجبه الرب لا بالأحلام ولا بالأوريم ولا بالأنبياء. يعني شاول سأل عايز يعرف، لكن الرب منع. واخد بالك؟ وهو للأمانة الفعل سأل هنا يعني سؤال عابر، مش سأل بجدية. الشخص اللي عايز يعرف ربنا ده عايش في شره وفساده، وبعدين عايز، عارف زي واحد شرير بعيد عن ربنا وعايز يعرف هيتجوز فلانة، هي دي ولا مش هي. واخد بالك؟ فلا يجيبه الرب. تمام. ده الرب كان يتمنى ان يساله بصدق بامانه، والرب هيجيبه متروي. والرب هيجيبه طبعا. لكن هو سال اصلا سؤال عابر، فالرب لم يجيبه. اذا الرب منع، يقدر واحد يلوي ايد الرب؟
لا طبعا. يقدر إنسان يجبر الرب؟ لا. لما الرب منع يجيبه بالأنبياء فيقدر نبي يتحدى الله ويجيب الإجابة من فم الرب؟ مستحيل. الحاجة الثانية، لو أنت قريتي النص كله تلاقي إن اللي بتقول عليه العرافة على إنها حضرت روح صموئيل، تقول له من بين الكلام اللي هي بتقوله، تقول له رأيت آلهة يصعدون من الأرض، بيقول لها ما هي صورته، يقول لها رجل شيخ، واخد بالك؟ ويكمل. أنا سؤالي اللي أنا بسأله لأي مشاهد، هل فيه عراف يمتلك سلطان أن يحضر روح من الفردوس من الأبدية؟ هذا السؤال كتير من مشاهدين. مستحيل، لا يمكن. هل يقدر ساحر يدخل لمحضر الفردوس ويجيب روح من الأبدية؟ ده مستحيل. لما أنت تكمل النص، قال صموئيل يقول لشاول لماذا أقلقتني كمان، وهو اللي في الأبدية بيقلق؟ ما تبقاش أبدية طبعا، واخد بالك؟ لكن دي قصة خدعة عملتها العرافة. لا يمكن، لا يمتلك. عارفة العلامة ترتليانوس قال جملة جميلة جدا، الحاشا لنا أن نظن أن نفس أي قديس وبالأحرى نفس نبي تستدعى من مكان راحتها في الفردوس بواسطة شيطان. أكيد. لا يمكن. العرافة هي شيطان. بقى يقدر ساحر النهاردة يحضر لنا مثلا روح البابا كيرلس من 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 الفردوس، روح الرسول بولس، واخد بالك؟ مظبوط. ليه سلطان يوصل للأبدية ويحضره ويقلقه ويزعجه؟ خرافات، خرافات، لا يمكن يكون حصل. أنا هقول لك إزاي العرافة خدعت شاول بأبسط، هقول لك أربع أدلة. الدليل الأول لكل مشاهد، شاول كان معروف من الكل إنه كان أطول واحد في كل إسرائيل، من كتفه فما فوق أطول واحد، لكن لما دخل على العرافة عملت نفسها مش عارفاه، وهو أصلا الرئيس فمعروف للكل، أطول واحد معروف للكل، وتقول له أنت مين؟ دي تمثيلية. اتنين، هي بتقول له رأيت آلهة يصعدون من الأرض، والأرض فيها آلهة؟ طبعا. الآلهة بتصعد من الأرض ولا الآلهة في السماء؟ في السماء. وهي آلهة ولا إله واحد؟ كمان غريب جدا. غريب. لكنه للأسف صدق. تلاقي إن شاول لم يرى شيء على الإطلاق، ما شافش أي شيء. فبص معايا، شاول اللي بيسألها في آية 14 فقال لها ما هي صورته؟ يبقى هو شاف ولا هي اللي شافت؟ هي مش هو. يقولي فقالت رجل شيخ صاعد وهو مغطى بجبة، واخد بالك؟ إذن هو ما شافش حاجة، ده هي اللي بتعمل تمثيلية. هي بتقول له أنا شايف راجل شيخ طالع. طب سؤال تاني تفكر فيه، وكل أرجو أن كل واحد من السادة المشاهدين يفكر فيه. تقول له شايف رجل شيخ، هو اللي يموت شيخ هيبقى في الأبدية شيخ؟ لا طبعا. واخد بالك؟ لو واحد أعور مات وطلع الأبدية يفضل أعور في الأبدية؟ لو واحد أعرج رجله مقطوعة إيديه مقطوعين هيطلع الأبدية كده؟ دي ما تبقاش أبدية، مظبوط، تبقى كارثة. بلاش كده. مغطى بجبة، طلع بالجبة، هو فوق في السماء هتلاقي واحد لابس جبة لو فلاح، وواحد لابس طربوش من بتوع زمان، وواحد لابس بدلة، وواحد لابس صندل، واخد بالك؟ أكيد. مش هل التميز ده هيبقى موجود في السماء؟ إطلاقا. مظبوط. دي خدعة، هي خدعته، وأنا بقول لك آدي الأدلة والبراهين. طب أسيس، هي خدعة لكن في الكلام اللي هي قالت عنه كلام صحيح وتحقق. فين الكلام زي صحيح؟ مثلا في عدد 17 بتقول وقد شق الرب المملكة من يدك وأعطاها لقريبك داود. تمام. وهذا تحقق. تمام. مظبوط. آه. وداود هو أخذ الملك. تمام. وكمان قالت وغدا أنت في عدد 19 وغدا أنت وبنوك تكونون معي. تمام. مظبوط. مظبوط. وإحنا بنعرف إنه فعلا شاول مات. تمام. طب يعني في هي كلام تحقق وصحيح. طيب أنا عايز أكد بس أول حاجة لكل واحد من السادة المشاهدين إن شاول ما شافش صموئيل، ده أول نقطة مهمة، وإن هنا هو بيسألها في 13 و14 لما قالت له حضرت. أيوة. هو بيسألها ما هي صورته؟
لو هو شايف كان شاف، لو انا بقول لك انا شايف مثلا الكاميرا قدامي هيقول، واخد بالك؟ لو انت شايفاها مش هتساليني ايه شكلها، احنا الاثنين شايفين حاجه، لكن هو بيقولها ما هي صورته، فبدات توصف، فهو ما كانش شايف. اما عن الكلام اللي اتقال والبعض يقول ده كلام صح، اول حاجه ان المملكه هياخدها واحد من ايدك. ايوه بالعكس، ده كلام كان معروف، يعني صمويل قبل ما يموت كان قايل الكلام ده قدام كل المملكه، يعني الكل كان عارف، ما كانش سر. اقول لك الدليل، طبعا بتعرف كل الدليل. الدليل ان ده موجود في صموئيل الاول 13 وايه 13 و14، من فضلك اقريها. اوكي، هتلاقي ده كلام اعلنه صموئيل قدام كل المملكه، فهي مش بتقول حاجه جديده، اقري لنا. اوكي، بتقول فقال صموئيل لشاول قد انحمقت، لم تحفظ وصية الرب إلهك، تمام، التي أمرك بها، لأنه الآن كان الرب قد ثبت مملكتك على إسرائيل إلى الأبد. آية 14، وأما الآن فمملكتك لا تقوم. واخد بالك؟ لا تقوم. وبيقول الكلام ده لمين؟ لشاول قدام كل الناس. كملي. قد انتخب الرب لنفسه رجلا حسب قلبه، وأمره الرب أن يترأس على شعبه، لأنك لم تحفظ ما أمرك به الرب. يعني كل المملكة كانت عارفة بما فيهم العرافة. صدقيني يا مي، المشكلة لغاية النهاردة إن الساحر بيقول لنا مرات حاجات معروفة، وإحنا بعبط للأسف نصدق. أنا مرة كنت ماشي في مكان ما ولقيت واحدة عرفة ومال تترجاني علشان يعني عارفة تقرأ لي الكف، فقلت لنفسي طب انا هروح عشان اشوف الكذب والخداع بتاع الناس دول. خدي يا ست اقري، فعمال تقول واضح ان انت في مشكله، طب ما كل الناس في مشاكل. انا شايفه قدامك طريق ما اعرفش كبير، لكن في اخره ان شاء الله هتكسب. ده انت ما اعرفش، كله كلام عام. فأنا رحت كنت خالع الدبلة، قلت لها طب أنا عايز أسألك سؤال، أنا متجوز ولا لا؟ قولي لي، ومراتي اسمها إيه؟ ولا تعرف حاجة؟ ولا كله بيتقال كلام عام. فالعرافة هنا بتقول لشاول إني المملكة تتاخد منك، ده كلام كان قاله صميل. طب نيجي للجزء الثاني، لما تقول له غدا أنت وبنوك تكونون معي، أول حاجة ده كلام كذب. ليه؟ لأن احنا عارفين أولا مصير صموئيل فين. أيوة. مصير شاول بعيد تماما عن مصير، واخد بالك؟ ده واحد في الأبدية السعيدة والتاني في التعيسة. واحد نبي للرب وواحد عاش للشر والشيطان. فلما يقول له غدا تكونون معي، ده كلام كذب. أنت وبنوك. الحاجة التانية، نفس العلماء قالوا لنا أن الكلام كذب لأنه ماتش تاني يوم. ده فين بعدها بكام شهر لما دخل في الحرب ومات. وذلك فأولا كلام كذب، كلام ما حصلش، والجملة عامة حتى لما يقول له غدا أنت وبنوك تكونون معي، ده زي لما الواحد بكرة هنموت، يعني لما يقول لك يا مي ما كلنا بكرة هنموت، العبارة دي صح ولا غلط؟ صح، واخد بالك؟ دي مش نبوة، دي كلمة غدا كلمة ممتدة، فكلها عبارات عامة وما حصلتش إطلاقا وكانت معروفة. طب أسيس، يعني بعد ما شفنا أنه يعني أنت قصدك تقول أنه ما كانش في ظهور لأي شخص طبعا، طب الصوت اللي سمعوه أو اللي بالأحرى اللي هي سمعته كان من فين؟ رح نسمع الإجابة منك أسيس، لكن بعد هذا الفاصل خليكم معنا. علي مجدك يا مالك الشعوب ونسجد لك، أنت هو المهول، نعلي مجدك يا مالك الشعوب ونسجد لك، أنت هو المهول، لا تحبنا
رجعنا لكم بعد الفاصل وكنا بنسأل حضرتك قسيس بما انه ما كانش في ظهور لاي شخص تمام اوكي طب من فين اجى الصوت اللي كان يكلمهم طب احنا تاكدنا الاول بحسب كلمه ربنا ان ما شافش حاجه هو ما شافش تمام مزبوط. يبقى جزئيه الصوت جزئيه الصوت المفسرين فيها رايين راي قال ربما الصوت يكون صوت شيطان واحنا عارفين ان الشيطان ممكن يغير نفسه لشبه ملاك نور وقالوا ان ربما يكون صوت شيطان يعني هي حضرة شيطان علشان كل الكلمات اللي قالها كلمات تصيب المستمع اللي هو شاول بالياس بالاحباط ما فيش اي كلمات فيها رجاء ولا اي كلمات فيها دعوه للتوبه يلي توقعوا منطقيا ان لو حضرت صموئيل كان صموئيل يدعوه للتوبه يدعوه للرجوع للرب طبعا لكن ما فيش ولا كلمة ده كل الكلام يجيب الكآبة واليأس ده الرأي الأول الرأي الثاني بيقول إن برضو ما كانش في صوت هي اللي كانت بتقول واخد بالك يعني زي ما قال لها صورته إيه قالت له راجل شيخ مغطى بجبة تمام وبيقول لك كذا وكذا وكذا يقول لها قولي له كذا تقول له هو بيقول لك كذا وكذا فهي اللي بتنقل الرسالة من شاول يعني هو كان يسمع لا ما كانش شاول ما كانش سامع الرأي بس هي الثاني الرأي الأول بيقول ربما يكون كان صوت شيطان
أوكي. مسموع الاثنين. الرأي الثاني بيقول ان شاول ما كانش بيسمع حاجة. هي اللي بتقول له عاملة، هي اللي بتسمع، اللي بينها اتصال سري، واخد بالك، بينها وبين صموئيل، وتقول له الحديث. زي ما قالت له ده راجل شيخ مغطى بجبة وهو صدق. تقول له وبيقول لك اني هيجي واحد غيرك ياخد الملك مكانك. يقول لها طب قول له كذا. تقول له وبيقول لك ان غدا انت وبنوك تكونون معي. فهي بتنقل الصوت، واخد بالك. ده اللي حصل. يعني قصدك انه هاي كلها تمثيليه؟ تمثيليه خدعه. طب ليش عملت هالتمثيليه؟ اقول لك ليش عملت التمثيليه دي، وده بقى واضح جدا. اول حاجه لو بصيت معايا في نفس صموئيل الاول 28 ايه 3. ايه 3 اقري ايه 3 كده من فضلك يا مي. بتقول ومات صموئيل وندبه كل اسرائيل ودفنوه في الرامة في مدينته. اقري اللي جاي بقى، مهم جدا. وكان شاول قد نفى اصحاب الجان والتوابع من الارض. واخد بالك. يبقى اذا هو شاول كان خد موقف قاسي جدا مع السحرة وأصحاب الجان والتوابع. هي كانت عايزة تخلص بقى. لما هو في بداية ملكه كان كويس، كان صموئيل جنبيه وبيسمع ليه، فكان بينفذ وصايا الرب، لأن الرب كان أمر بقتل السحرة. فهو كان سامع كلام الرب وعمل كده، رجع لهم تاني في آخر حياته. هي بقى بتنتقم منه، ما سابتوش يا مي غير لما وقع من طوله. يعني عارفه زي ما تقول جات لها الفرصه، ما صدقت جه، قالت مش هسيبك الا لما تنهار تماما. بص كده معايا في ايه 20، بعد ما احبطته بالرسائل اللي جايه له من صموئيل ان المملكه هتتاخد منك، انت ولادك هتموتوا. بص الايه 20، فاسرع شاول وسقط على طوله الى الارض، حطمته. متخيل لما عرافه تشوف الملك بيقع على طوله قدامها على الأرض. يقول إيه؟ وخاف جدا من كلام صموئيل، وأيضا لم تكن فيه قوة لأنه لم يأكل طعاما النهار كل والليل. واو. شوف الانتقام، انتقمت مظبوط، انتقام بس. طب أسيس، يعني من حلقة اليوم ومن هالقصة اليوم قريناها، إيش بتحب تحكي للمشاهد اليوم وهو بيسمعنا؟ صدقيني يا مي، عن العرافة وعن الناس اللي بتستخدمها. الرسائل كتيرة جدا، لكن اللي عايز أقوله بسرعة وباختصار لكل مشاهد، شاول كان عنده كل الإمكانيات والامتيازات اللي ربنا وضعها فيه، كان ممكن تخليه أعظم ملوك الأرض. شاول كان وجيه جدا، الكتاب بيقول عنه حسن جدا، كان قوي جدا صحيا، كان له شعبية في بداية ملكه كبيرة جدا، لكن للأسف انحرف. كان جنبيه اتنين من أروع القادة، صموئيل وداود، كان المفروض يسمع لهم يتعلم منهم، للأسف انحرف ولم يسمع لهما، ابتعد على الرب، جري ورا الجان والتوابع وغيره، وكانت النتيجة الانهيار. ان مات هو وولاده في الحرب، حتى كمان ولاده هم واخد بالك. فبقول قدام لكل انسان، الرب وضع فيك امكانيات هايله جباره، ممكن تعمل عمل عظيم لمجد ربنا. ميزك بعقل مفكر، ميزك بقدره على الابداع والابتكار، تقدر تحط الامكانيات اللي الرب حطها فيك بين ايدين ربنا وتعمل عمل عظيم. اوعى تنحرف زي شاول. والأمر التاني اللي بيقوله لنا الرب، ابتعدوا عن الصحراء، ابتعدوا عن قراءة الفنجان، ابتعدوا عن قراءة الكف، عن حظك اليوم، إلى آخر كل الأمور الوهمية اللي بتعيشنا في الوهم والخداع. أمين أسيس، حقيقي يعني هاي رسالة كتير قيمة لكل مشاهد اليوم اللي سمعنا. وحقيقي بنشكرك كتير على هالشرح الوافي والكافي والتوضيح. الرب يباركك حقيقي أسيس، وكمان مرة بنشكرك وبنشوفكم بعد الفاصل. زي ما سمعنا أنه مش ممكن أنه تكون العرافة حضرت روح صموئيل لعدة أسباب. لما سأل شاول أن يعرف مشيئة الله، هو سأل سؤال عابر، ما كانش جدي في سؤاله وما طلب الرب بكل قلبه. كون شاول كان عايش في الشر والفساد وعدم الطاعة، الرب رفض أنه يتكلم ويعلن شاول عن مشيئته، لا بالأنبياء ولا بالأريم ولا بالأحلام. وإذا الرب منع، فهل يقدر أي إنسان مهما كانت قوته أنه يتحدى الرب
ويلوي دراعه حتى يعرف مشيئته؟ طبعا لا. والسبب الثاني هو مش ممكن لأي ساحر على الأرض مهما كانت قوة الشيطانية بتاعته إنه يكون إله سلطان على الأرواح اللي في السماء، لكن واضح إنه العرافة كذبت على شاول وخدعته وما حضرت روح صموئيل. والدليل على هيك إنه كل الكلام اللي قالته العرافة كان كلام عام ومنه كلام غير صحيح وكذب وخداع، وهي عملت كل هذه التمثيلية عشان تنتقم من شاول لما كان قاسي جدا مع السحرة والجان وقطعهم ونفاهم. شاول كان عنده كل الإمكانيات حتى يكون رجل ناجح، لكن للأسف انحرف وابتعد عن الرب ومشي ورا الجان والسحرة، وكانت النتيجة الانهيار ومات هو وولاده. وانت كمان الرب حط فيك إمكانيات كبيرة وجبارة، ممكن تعمل عمل عظيم لمجد ربنا. ميزك بعقل وإرادة وبقدرة على الإبداع والابتكار. هل بتنحرف زي شاول لما بدك تعرف إرادة الرب؟ هل بتلتجئ للسحرة أو لقراءة الفنجان أو قراءة الكف أو حظك اليوم؟ أم تلتجئ للرب ولكلمته، لسماع صوته ومعرفة مشيئته في حياتك؟ تعال له بندم وتوبة، هو فاتح حضنه إلك، عايزك بكل شرك وفسادك. هقبله مخلص شخصي على حياتك. قل له يا رب يسوع، أنا بعترف لك أنه أنا إنسان خاطئ، عوجت الطريق، شوهت صورتك في حياتي، آلهة غريبة دخلت في حياتي. يا رب أنا اليوم برجع لك وبتوب لك وبطلبك يا ربي أنك تكون ملك وسيد ومخلص على حياتي. هقبلني ابن لإلك، اجعلني إنسان يعمل مشيئتك. أشكرك يا رب لأنك مت على الصليب حتى تغفر لي خطاياي. بشكرك يا رب لأنك سمعت لصلاتي. آمين. اتذكر، إما أن تبعدك الخطية عن الكتاب المقدس أو يبعدك الكتاب المقدس عن الخطية. هل الله يشارك في جريمة سرقة؟ هل الله يسلب؟ وهل يعقل أن الغنم تتوحم؟ تابعونا في الحلقة الجاية حتى نجاوب على هذه الأسئلة الصعبة وأسئلة تانية كتير. وإلى اللقاء في حلقة جديدة وفي آية جديدة من برنامجكم أصعب الآيات.